طب يا بابا ما كان ممكن حضرتك تاخد انت الفلوس دي، منك تشغلها ومنك تستفيد منها. اولا عبده نمر اولى مني، انا الحمد لله ربنا سترها معايا على الاقل بيكم. ثانيا مش الصلم جاهد اللي اشتغل بفلوس واحده ست. ايوه بس الظروف يا عمي مستوره والحمد لله يا سامي. الحمد لله ما قلناش حاجه، مش القصد الفلوس، لكن قعدتك برضو يا عمي. مين اللي قالك ان انا هقعد؟ انا من بكره الصبح من طلعه النهار هدور عليه، هبص في وش اللي رايح واللي جاي لحد ما اعطر على الشاهد ده. طب افرض ان الشاهد ده مات؟ انا عاوزه حي عشان يقف قدام المحكمه ويقول الحقيقه. انا عندي فكره. ما تقول، ساكت ليه؟ دلوقتي احنا كلنا متفقين ان الشاهد ده كذب علشان يداري القاتل الحقيقي. ايوه بالظبط. طب اللي قتل بقى قتل ليه؟ اكيد له مصلحه. يعني له مصلحه في قتل المجني عليه. ضروري. في الحاله دي يبقى لازم ندور في كل اللي كانوا على اتصال بالمجني عليه، قرايبه اهله معارفه، ولو وصلنا له مصلحه في موته يبقى هنوصل للقاتل والشاهد كمان. اكيد البوليس هيعمل التحريات اللازمه عن معارف القتيل وقرايبه وكل المتصلين بيه، واي تصرف من حد فيكم جايز تكون نتيجته سيئه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. في حاجة جديدة في قضية رأفت الشربيني؟ أيوة يا فندم. شكري ساب شقته وقعد في شقة مفروشة. حاجة غريبة. إيه اللي يخليه يعمل كده؟ والنهاردة كان عنده مراد سكرتير القتيل، قعد معاه حوالي ساعة ونزل. ومجاهد أخباره إيه؟ مجاهد راح للشاهد على عنوانه القديم وسأل عليه. وعرف عنوانه الجديد؟ لا يا فندم. فتحوا عينيكوا كويس، أحسن لو الشاهد ده جراله حاجة القضية هتتعقد أكتر. حاضر يا فندم. ودلال هانم اخبارها ايه؟ الظاهر لسه اعصابها تعبانه لانها ما خرجتش من الفيلا لغايه دلوقتي. استمروا في المراقبه، اكيد هنوصل لحاجه. صباح الخير. صباح النور. حضره الصل موجود؟ اي خدمه؟ انا سونا. اهلا. وحضرتك؟ اي اتفضل. يزيد فضلك يا حلو. بابا كلمني كتير قوي عن حضرتك. انتي بنت؟ ايوه. يا بختك افندم. اللي يبقى لها اب زي الصول مجاهد تبقى اسعد واحده في العالم. متشكرة قوي. كنت زي التايهه مش عارفه اروح فين ولا اجي منين، مد لي ايده ونشني من الحيره اللي كنت فيها. هو كده طول عمره ما يتاخرش عن مساعده الناس. ربنا يقدرني على رد الجميل. لو سمحتي يا اختي تدي له خبر ان انا عايزه اشوف. في الحقيقه هو مش موجود دلوقتي، خرج من شويه. يا خساره، ده انا كنت عايزه ينزل السوق هو وعبده ونمره علشان يشتروا البضاعه للكشك. ما هو برضو الخير والبركه. لكن معلش لما يجي يا اختي بيسلمي لي عليه وقولي له ان انا لازم هعدي عليه تاني. يا خبر ما يصحش، اقعدي شويه، انا هعمل لك فنجان قهوه بسرعه. اقعدي شويه. تعيشي تعيشي يا حلوه. اهلا يا سامي. انا اسف يا علي اني بزعجك، لكن عايز اطمن. ازعاج ايه يا راجل، ده كلام بس. بالنسبه لموضوع القضيه لسه مفيش حاجه جديده. لكن انا متاكد ان الصول مجاهد بريء. العواطف ملهاش مكان في شغلتنا دي يا سامي. طب والعمل؟ لازم دليل، دليل مادي واضح. لكن لحد دلوقتي كل الشواهد ضد مجاهد. يعني ايه؟ ملوش اهل خالص؟ قرايب؟ اصحاب؟ التحريات بتاكد ان لا زار حد ولا حد زاره من يوم ما رجع من اوروبا. طب وقبل كده؟ قبل كده امتى؟ قبل ما يسافر يعني؟ لا دي حكايه قديمه ما نوعاش عليها احنا. هو ساب مصر وهاجر من حوالي 20 سنه. ايه؟ 20 سنه؟ ده حتى لو له اهل زمانهم ماتوا ولا نسيوه. يبقى مش ناقص غير سكرتير والشغالين، ولحد دلوقتي مش باين ان ليهم اي مصلحه. يبقى مفيش غير مراته. مراته هي اللي هتورثه. يبقى هي دي اللي لازم نحط عيننا عليها. ما تشغلش بالك يا مختار، البوليس لازم هيوصل لنتيجه. ما تشغلش بالي ازاي يا سامي؟ احنا هنفضل قاعدين في اللوصه ديت لغايه ميعاد الجلسه من غير اي دليل؟ ما تشغلش بالي.
ده ابويا ابويا حق يا عبدو. الست سونا دي جات لنا نجده من السما. ست طيبه وبنت حلال ولسانها زي السكر. انت ما تشكرش في واحده ست قدامي، انا اللي اشكر بس انت تقعد ساكت خالص. هو الصلم جهد يعرفها منين؟ اصل احنا ما شفناهاش عنده قبل كده. الواحد مش عارف يرد جمايل الصلم جهد دي ازاي، ما بيجيش من وراه غير كل خير. الله، جرى ايه عبده؟ انت متكلمنيش ليه؟ هو انا هفية؟ مش قد المقام؟ مش معبرني ليه؟ سبحان الله، هو انا سكتي مش عاجب؟ اتكلمتي مش عاجب؟ ده السجن كان ارحم. مختار، احنا هنفضل ساكتين كده؟ انا ايه بس في ايدي اعمله وما عملتوش؟ اليوم بيفوت ورا اليوم يا مختار، وبابا هيروح في شربة مية. انا خايف، سكوته ده مخوفني. تقصد ايه؟ بابا كاتم في قلبه وساكت، مش عايز يفضفض، عايز يبين قدامنا ان مفيش حاجة. وانا عارف ابويا كويس، بيبقى بيتقطع من جوه وهو بيضحك في وشنا. عفت. ايوه، انا متهيألي ان انا عرفت القاتل. مين؟ قطعا القاتل مراته، هي الوحيدة المستفيدة، هي اللي هتورثه. صباح الخير يا نمرة. صباح الفل. صباح الخير يا معلم عبده. أهلا بمناضات مشاي. ألف شكر يا نمرة. شكرني يا معلم عبده. أنا قشطة. نهار أبيض. النعناع. حاضر. شكرا. صباح الخير. صباح الفل. صباح الخير يا نمرة. صباح الخير يا معلم عبده. صباح النور. اسكوت. باكل نعناع. نهار أبيض. نهار الفل. نعناع. حلاوتي كنيمة انت واقفة في الكشك من وراه، ربنا يجعلنا هذا نادي ان شاء الله. ربنا هيبارك لنا ان شاء الله يا عبدو. اهلا 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 يا وش الخير يا ادم الساعد. صباح الخير. صباح الفل. وكمان ايه؟ عاملين ايه يا نمر؟ مش ملحقين على الزباين، الشغل ماشي عالي ان شاء الله. ربنا هيكرمنا باذن الله. النهارده مبيعاتنا يمكن تحصل 50 جنيه وزيادة شوية. ايه 50 جنيه حتة واحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله هو أكبر، ما بيحسد المال إلا أصحابه. يا أختي ربنا يزيد. ربنا يزيد ويبارك يا نمر. إن شاء الله ربنا هيزيد وهيبارك وهيكبر الكشك وهيبقى له فروع في كل حتة. أجيب لك حاجة ساقعة على حساب المحل؟ تشكر يا نمر. واجب برضو أزور الصم جاهد. أتشكرني. عن إذنكم، مع السلامة. يا سلام، بنت أصول